يا صفوف الملعب باقي ليل طويل من دار يا الربع يخبر بها اللي ما دار خلوا النفيع باقي اليوم ويعين وكيل ماخذ الخدمة مشى يخنع بشوت ومارا أنت إمام تصلي على نهج الخليل لا تصلي وسط طيبة ولا بم القرى لا تصلي وسط طيبة ولا بم القرى أنت إمام تصلي على نهج الخليل في كل كيل ما يشوف الوقت في حالتك صدق افترى لا توقف بك خطاويك ميقاف الزرى نعدل المايل ولكن على ميله يميل ما لها إلا كف حامي وركبه من وراء Yeah.
فرق واضح بين حد الثريا والثرى. خلوها.